بشكل عام بيحتفل الشعب الكردي بتاريخ 21 أذار عيد نوروز، عيد الشعب الكردي وخلاصه من الظلم والاستبداد الذي عاناه على مر العصور. طبعا أجواء العيد هالسنة كانت أجواء جدا طبيعية ومريحة، بدليل على وفود الشعب الكردي وجميع المناطق وجميع القرى المحيطة بمنطقة عفرين إلى قرية بوسوطة واحتفالهم بعيد نوروز ضمن أجواء جيدة وإيجابية. يعني كرد به ترد به عرب به فارس به شرکز به ما فرض نکه انسان انسانه یه تکی برای انسان به ام ایرم جگه نه خودم کی ایرم جگه دخواه خودش حقی در کنه بارش یعنی جبونا بدون گل کرد جبونا بدون دنیای جبوی بدون انسانان یعنی بارش سیمگسیه یرو اگر املفان آلان نسه امجبونا کردان تنه نه، امجبونا تمامی انسانانه. نوروز پیروز به لگل کرد لمه همیان، انشالله سرفرازی به بارشکی خوش به از لگل خو همیان نوروز.